أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلا أخذنا بذنبه. كلا يدل على إن فيه إيه متقدمات. التنوين هنا فكلا فكأنه قال إيه؟ فكل واحد أو كل قوم من الأقوام التي تقدمت أخذناه بذنبه. يبقى التنوين ده جه التنوين بس ده جه بدل الحكاية دي كلها. بدل ما كان يقول ايه فكل من عاد وثمود وقارون وفرعون وقوم لوط وقوم شعيب, شوف كم واحدة أخذناه بذنبه. قال فكل يعني يبقى التنوين ده عمل ايه؟ قال لك عوض عن كل ما تقدم. زي ايه؟ حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا بلغت الايه؟ الروح الحلقوم إيه؟ وأنتم حينئذ إذن ذنبون. التنوين ده في إيه؟ إذن يعني أنت حين بلغت الروح الحلقوم. إذن يعني حين بلغت الروح الحلقوم تبقى الجملة دي انشالت وجيت بضعها إيه؟ تنوين واحد جه بدل الكلام ده كله. فكلا أخذنا, والأخذ من الله يناسب قدرته, ولذلك هيقول فيه أخذ عزيز مقتدر. طب مقتدر يناسب شدة الأخذ, طب وعزيز يعني إيه؟ يعني آمن من إن مفيش حد هيجي يغلبه. أخذ عزيز لأن واحد يقدر عليك, إنما لما يقدر عليك ويجي يضربك على مين؟ يقولك ما يمكن يجي اخوه اللي افتوى عنه ده يضربني ولا ابوه ولا عمه ولا بتاع. يبقى هو قادر انما خاف لا يجي حد ايه. لكن ربنا لما ياخد اخذ عزيز لا يغلب ومقتدر قادر على الايه عملية. فكلا اخذنا, ومش جبروت كده يعني جاي بذاتا, لا احنا بذنبه احنا مش ما عادلين. فكلا اخذنا ايه بذنبه. ولذلك هيجي في تزيير الايه هنا بيقول فكلا اخذنا بذنبه, ده صدر الايه. في الاخر هيقول ايه وما كان الله إيه؟ ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. مش احنا بقى, يبقى هم اللي جاب, زي ما تقول هو اللي جاب الروح, هو اللي ايه جاب الروح. فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم عايز يفصل بقى الأخذ, فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. القرآن مر ما هو الحاصب؟ حجارة بس مش عشان تفتح وتعور, ده حجارة محمية. الله طب ما يقولش نار ليه؟ أم قالك لأن مر النار بمجرد ما يسكن فيمكن دقيقة تحرقه ويموت فانقطع ألمه, لكن الحجارة المحمية تقعد تلسع فيه ويطول ألمه منها. ولذلك يقول لك ما يهمكش فلان ده, أنا هحرقولك بس على نار بردة. مش ده اللي بيقولوه؟ على نار إيه؟ على هادي كده, على هادي كده. وده ليه؟ ليطيل إلى ما هو, لأنه لو قتل مرة واحدة خلاص انتهت المسألة. لو حرقوا مرة واحدة تنتين مسألك لا خليه على نار برضه. ايه الحجارة المحمية بقى تعمل ايه؟ ايه الحكاية دي؟ طب ادي النار. فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا يحصبه, اللي هي الحجارة الايه المحمية. ومنهم من اخذته الصيحة زي ما قلنا هنا. ومنهم من خسفنا به الارض زي ايه؟ فخسفنا بقارون. ومنهم من اغرقنا في النوح. الله يبقى كم حاجه دلوقتي إيه؟ فكلا الف كلا اي كل واحد من اللي ماتوا دول اللي مرن اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا, ومنهم من اخذته الصيحه, ومنهم من خسفنا به الارض, ومنهم من اغرقنا. وتفتكروا انني ظلمتهم, ولكن هم اللي ايه؟ هم اللي ظلموا انفسهم. هنا رضي الله عن الإمام الفخر الرازي بيقول في الحتة دي يعني إنك لو نظرت إلى تعديد وسائل الأخذ تجدها حاصب حجارة محمية,
ادي النار بس النار الايه الهادي، ادي واحد. وبعدين اخذت في الصوح الريح، والريح لما عمل العملية دي جات لهم ركز خلاص كده، ومنهم من ايه خسفنا به الارض دفناه في التراب، ومنهم من اغرقنا. قال لك لو نظرت، رحمه الله ورضي الله عنه، لو نظرنا الى هذا لوجدنا هذه هي العناصر اللي موجودة للإنسان، اللي بها الوجود عناصر. ولذلك كانوا يقول لك ان العناصر زمان اربعة، الماء والتراب والهواء والنار، مش كده؟ هم كانوا بيسموها العناصر. لكن العلم بقى الجديد فرق بين العنصر والمادة، دي مادة هم ما كانوش يعرفوا الا كده. يعني في اللهم صل على سيدنا رسول الله في اليونان لما ظهر ارسطو، وارسطو ده توفى سنة 384 قبل الميلاد، ضمهم على المدة بتاعتهم دي، شوف كم سنة، 2000 وشوية، مفهوم؟ قال ان الكل مكون من العناصر اربعة، اللي هي ايه؟ الماء والتراب والايه؟ والهواء والنار. ولذلك لما كانوا يجوا بقى الناس المهم يقول لك يحسب النجم لما يجي يتجوز، مش كده؟ ما عرفتوش الحكاية دي؟ يقول لك احسب نجمها ونجمه شوف ايه؟ اما واحد طلعت ايه؟ هوا وطلع النار، قال لك ده يعمل ايه؟ حريقه دي ابعد عنك. قام قال له ده البت طالعه مائيه والولد طالع ترابي، قال لك يعملوها معجنه. الله شوف انا كان النجم دي زي محسوب على ان العناصر كام؟ على ان العناصر اربعه. لما تيجي تبص هنا تقول تجد ان ربنا ما به بقاؤهم كان به فناؤه، ما به البقاء كان به الفناء، وما به الوجود كان به العدم. يبقى اكن ربنا يعدم بشيء ويحيي به نفسه، زي ما قلنا اغرق ونجى، واغرق فرعون بالايه؟ بالماء، ونجى مين؟ نجى الله. تبقى المساله مش ما فيش رتابه عند الحق، لانه ملوش قانون، ربنا بنقول طلاقه الايه؟ طلاقه القدره. فهات النار بقى فين؟ فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، والحاصب الحجر المحمى، خلاص يبقى ادي النار. ومنهم من اخذته الصيحه، ادي الايه؟ الهوى. ومنهم من كسفنا به الايه؟ الارض، يندفن كده في الايه؟ في التراب. ومنهم من اغرقنا يندفن في الماء. تقوم تقول الانسان اللي من ماء ومن تراب وبعدين بقى طين وبعدين لما يجي ان شاء الله بقى يتنفس، هي دي كلها اسباب الحياه. الله. تبقى هي يجيب اسباب الهلاك، يقول لك هي يجعلها اسباب الايه؟ اسباب الهلاك. نيجي بقى يقول العلم لما تقدم، لان الحق سبحانه وتعالى يريد من خلقه ان يقبلوا على الكون في كل مظاهره واياته بيقظه. ليه؟ عشان يشوفوا ايه ويستنبطوا منه ايه. احنا قلنا زمان عصر البخار لما جه وشفنا القطر كده شويه ميه يتحطوا في الازان ويغلوهم والقطر يمشي، مش ده عصر البخار؟ لو احنا بصينا لدي نجد، طب اكتشفوه ازاي؟ عرفوها ازاي؟ قال لك والله ده واحد قاعد اللي اكتشف البخار، واحد ايه يمكن بيعمل شاي ولا بيعمل اي حاجه، ولقى القدر الغطا عمال بيقب ويطلع كده. قال الله ايه اللي يشيل الغطا دي؟ قام مسك الغطا وشال كده، لا ايه؟ دخان طالع كده، البخار. قال الله كان الميه دي لما نغليه ويطلع منها البخار يعمل العمليه دي. طب ما نعمل منه اله بقى به ونسير الاله، طلع البخار في حاجه ايه شايفها قدامه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى العلم التجريبي اللي بسببه نكتشف اسرار الكون. قال لك وكم من آية، حاجة عجيبة، في السماوات وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى ربنا عايز منا ايه؟ ما نعرفش، نبص فيها ونشوف دي ايه، عشان هنفتكر. ارشميدس اللي منه
طلعت البواخر العاليه دي اللي كان اعلام في البحر وقد كده ولا تغرقش، ولا الغواصه اللي تنزل تحت في الميه. قال له بقى واحده تعوم وواحده تغطس، ايه دي؟ هم قال لك بقانون الطفول، مش كده هو؟ يبقى دول اسمها قاعده ايه؟ الشميدس، مش هي دي نظريه الله؟ يبقى اذا الايات في الكون، الكهرباء اكتشفت ازاي؟ بنسلين اكتشف ازاي؟ كله ايه؟ كله بيجي من دقه الملاحظه في الكون. ولذلك اساس كل علم تجريبي الملاحظه اولا، ثم التجريب ثانيا، ثم اعاده التجريب ثالثه، لتخرج الايه؟ الحقيقه الايه؟ الحقيقه العلميه. الله، احنا لما جم يكتشفوا في الكون ابتدوا يحللوا العناصر، فالكون بنسميه زمان عنصر، هو مش عنصر، ده ماده. يعني التراب ماده، والهواء ماده، والماء ماده، والماء ماده. قال لك ايه الفرق بين ماده وعنصر؟ قال لك الماده تتحلل الى عناصر، انما العنصر ما يتحللش الى اقل منه، تبقى منه ذرات مكرره، انما حاجه ثانيه لا. الهواء مثلا اكسجينه ايه؟ طب والميه؟ الله، يبقى اذا ما دام الميه تبقى ماده ولا عنصر؟ ما دام قدرنا نحللها لعناصرها تبقى ايه؟ تبقى ماده. العنصر ما يتحللش لاقل منه. قعدوا بقى يكتشفوا في الكون عناصر متعدده، بعد ما كانوا بيقولوا على الميه والتراب ومش عارف ايه عناصر، يقولوا بقت ماده. كل واحد من دول فيه ايه؟ فيه اشياء كثيره. الى ان جاء مندليف. مندليف عمل جدول اسمه جدول العناصر. قعد يعمل جدول العناصر ويدي لها ارقام. الارقام الذريه. يقول لك ده نمره واحد، وده نمره اثنين، وده نمره ثلاثه، العنصر ده يبقى في واحد، ما فيش فيه الا ذره. وده اثنين، وده ثلاثه، وده لحد ما وصل ل 93. لكن وجد في وسط ال 93 دي فجوات ناقصه. يقوم اللي موجود يحطه، وده عنصر كذا، وده عنصر كذا، وده عنصر كذا، وبعدين يلاقي ايه؟ خالق ناقصه. العلماء اللي جم بعدهم اكتشفوا الخانات الناقصه دي، زي مثلا مدام ايه؟ اللي اخترعت الراديوم. ايه؟ اكتشفت عنصر الراديوم، فوجد عنصر الراديوم ده رقمه الذري موجود خانه فاضيه فحطوه في قلب بتاع الله. ده يدل على ان الكون ده مخلوق من عناصر مرتبه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه الله الى الاخر. وكان 93 وصلوهم بالاكتشافات الى 100، ودلوقتي ابشرك انها بقت 105. 100 وايه؟ 105 عنصر. عناصر الكون دي متكونه من ادي. لما حبوا يتاكدوا من الاشياء شافوا الارض المخصبه التي تنتج الزرع اللي عليه منه حياتنا احنا. حللوا الارض الطينه المخصبه اللي تطلع زرع يعني وناكله، لان كل قوت بينشا من مين؟ ينشا من الارض. كل قوت ينشا من مين؟ من الارض. فلما حللوا الطينه المخصبه وجدوها 16 عنصر. تبدا بالاكسجين، اعلى نسبه الاكسجين، واخر نسبه طلعت المنجنيز. ما بدلش من واحد من الالف، قال لك اثار، يعني ما وصلتش الى حتى واحد من الايه؟ يبقى من 16 عنصر. 16 عنصر دي بدات بالايه؟ بالاكسجين، وبعدين ايوه الاكسجين، وبعدين الايه؟ الكربون، وبعدين الهيدروجين، وبعدين الايه؟ النيتروجين، وبعدين الكلور، وبعدين الفلور، وبعدين الصوديوم، وبعدين البوتاسيوم، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين الحديد، وبعدين المنجنيز. لما حللوا جسم الانسان طلع 16 عنصر. فكأن الإنسان لما ربنا يقول أنا خلقتك من الطين يبقى صح. خلقك من الطين صح، أدي عناصر الطين وأدي عناصرك اللي أنت موجود. واللي اكتشف إيه؟ كفار مش مؤمنين. يبقى علشان تعرف إن ربنا لما يريد أن يظهر سرا من أسرار كونه ما بيجيبوش على من الإبل والرعيل، ده يخلي الكافر هو اللي يجيب. مش انا اللي قعدت علشان اوفق القران، لا، هم الكفره هم اللي ايه؟ هم اللي جابوه.
فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيف، ومنهم من كسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. الله، الجماعه اللي اخذتهم الصيحه جت بايه؟ من الهوى. الله، كان الهوى ده بيعمل توازن في الكون، ويرضى ربنا يعمله زي وبعه واعاصير توقع لك الايه العمارات وتكسر لك الشجر العاليه توقعها لك. قال لك ايوه، ده الهوى ده لو انت عرفت ان هو سبب حياتك الاولى، لانك تصبر على الجوع شهر وتصبر عن الماء عشرة ايام، ولكنك لا تصبر عن الهواء الا بمقدار شهيق وزفير، مش كده؟ يبقى اهم حاجة في الحياة ايه؟ الهواء. ساعة ما تحب تعمل حاجة كده انهي عن الهواء. ولذلك احنا لما نيجي في الفلاحين ونسمع كده زمان يقول لك والله لا كتم لك انفاسه، مش بيقولوا كده؟ الله، طب بيكتم لك انفاسه بايه؟ يجيب فوطه مبلوله كده وحطها هنا يمسك خلقه يوم يتنفس يموت. طب ما ادخله في ميه هيقعد في الميه صاحي امتى؟ قد ايه؟ يقعد في الميه بمقدار ما في رئته من الهواء وبمقدار ما يمتص من الماء المحيط به زي السمك ما بيمتصه، وبعدين يموت. يبقى برضه منعت عنه الهواء. طب واللي خسفت من الارض ما انا خليته في قلب التراب، ما انا الله، تبقى هي كلها الايه؟ الاول. كل يبقى الهواء. قال لك هو احنا قلنا زمان يمكن انتوا فاكرين ان احنا لو نظرنا الى راسيات الارض من جبال والى الرواسي من صنع الانسان في العمارات العاليه امباير ستريت ومش عارف بيه اللي موقفها كده، اوعى تفتكر ان المسلحات اللي لو جت في جايب مني وفرغت الهواء بس منه الشوط الهواء اللي الناحيه الثانيه يروح مقعين على طول. ولذلك هي قنابل التدمير ايه؟ تفريغ هواء كله. ولذلك يقول لك ايه؟ في حاجات اسمه قبض وحاجات اسمها ايه؟ دست. في مفاعل اسمه مفاعل الايه؟ القبض، وفي مفاعل اسمه مفاعل الايه؟ البسط، اللي بينشا منه الهيدروجونيه والايه؟ الثانيه الذريه. الله، كلها نشأة من هذه المساله. واحنا قلنا زمان ان كل القدرات دي اللي موقفه الصلابه انك انت عملتها صلبه، علشان الهوى اللي من الناحيه دي والهوى اللي من الناحيه دي والهوى اللي من الناحيه دي والهوى اللي من الناحيه دي يبقى تاثيرهم واحد، فهو اللي صلبه. ان كرهت الهوى من ناحيه تروح وقع. لما بيجي اعصار على نخله ولا على شجره ضخمه بيعمل ايه؟ يروح الهوى جاي من ناحيه شديد عن الناحيه الثانيه، يقوم يقلبها. تعالى في الناحيه المقابله وفرغ الهوى، بقى دي جت من شدة هوا ودي جت من ايه؟ من تفريغ الايه؟ من تفريغ الهوا. قال لك ولذلك كنا سابقا في حلقة من الحلقات ان القرآن حينما يتناول هذه المسألة يتناولها بدقة الخالق. كل ريح مفردة في القرآن ريح طيبة، كل ريح ريحا مدمرة، وكل رياح بالجمع معمرة. أرسلنا الرياح لواقح، إنما أهلكوا بريح صرصر عاتية، لأنها هتيجي من ناحية واحدة، إنما ما دام رياح جاية من هنا كلها توازن يجي.